طيب الله أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة اليوم من كشك الصحافة والتي نبدأها كالعادة بالعناوين. من المواقع المحلية: ميليشيا الحوثي تقتحم مسجدا في ذمار وتعدم خطيبة. ومن الصحافة العالمية: الناجون من هجوم نيوزيلندا دعونا الله أن ينفذ الرصاد. ومن أخبارنا المنوعة: لأول مرة امرأتان تستعدان لرحلة إلى القمر. في الوقت الذي كانت قلوب وأعين اليمنيين كغيرهم من المسلمين متجهة نحو متابعة ما حدث في مناطق بعيدة، تتكرر المآسي غير المصورة في الداخل. وفقا لموقع الصحوانت، ذمار: ميليشيا الحوثي تقتحم مسجدا في الحدا وتعدم خطيبة. وقالت مصادر محلية في محافظة ذمار للصحوانت إن مسلحا حوثيا اقتحم مسجدا في قرية الكليبة بمديرية الحدا بمحافظة ذمار، وأطلق النار على خطيب المسجد في القرية فأرداه قتيلا على الفور. وبحسب المصادر فإن المسلح الحوثي المكنى بأبو سريمة اقتحم المسجد الكائن في قرية بالحدا وقتل الخطيب التربوي محمد العزي الكليبي بثلاث رصاصات أثناء ما كان يقرأ القرآن الكريم قبيل خطبة الجمعة. وطبقا للموقع، يعتبر الكليبي من الكوادر التربوية في المديرية، إضافة إلى كونه خطيب جامع وشخصية اجتماعية معروفة في المنطقة. الصحفيون ضحايا بلا مناصر. تحت هذا العنوان كتب مأرب الورد مقاله المنشور في المصدر أونلاين مضيفا: لقد كان الصحفيون أول ضحايا ميليشيا الحوثي بعد سيطرتها على العاصمة صنعاء في سبتمبر عام 2014، وتجلى ذلك من خلال عمليات الاختطاف والملاحقة واقتحام مقرات المؤسسات الإعلامية ونهبها وحجب المواقع الإلكترونية وإيقاف إصدار الصحف والمجلات في المناطق التي يسيطرون عليها، وفصل الصحفيين من المؤسسات الحكومية على خلفية مواقفهم وتغطياتهم المهنية. إنما يقوم به الحوثيون هو عمل ممنهج يستهدف القضاء على تجربة التعددية الصحفية التي بدأت مع إعادة توحيد شطري البلاد في 22 مايو عام 1990، والتي ازدهرت كماً ونوعاً وباتت أهم أركان النظام السياسي للجمهورية الذي يتعرض هو الآخر لتقويض لا مثيل له في محاولة لإعادة الحكم الإمامي الذي قضت عليه ثورة 26 من سبتمبر عام 1962. يجري التنكيل بالصحفيين المختطفين العزل دون أي تحرك أممي أو من المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان، وهو الأمر الذي شجع الحوثيين على تعذيبهم بمختلف الأساليب وحرمانهم من أبسط الحقوق الأساسية وتحويل قضيتهم الإنسانية إلى قضية سياسية يساومون عليها مقابل الإفراج عن مقاتليهم الأسرى لدى الشرعية والتحالف. للأسف هذا الأمر يحدث بعد قبول الأمم المتحدة فرض الحوثيين إدراج الصحفيين المختطفين ضمن قوائم التبادل مع الأسرى في اتفاق السويد الذي تم التوصل إليه مطلع ديسمبر الماضي وتعثر تنفيذه حتى الآن، ولهذا السبب يستخدمونهم ورقة سياسية كل فترة حينما يريدون الحصول على مكاسب معينة. وأحدث عمليات الابتزاز إعلانهم إجراء محاكمة لعشرة صحفيين محتجزين لديهم منذ عام 2015، حيث يواجهون خطر الإعدام بتهمة التعاون مع التحالف العربي، وهي تهمة سخيفة بحسب منظمة العفو الدولية، ويمكن أن يتهموا بها أي شخص يريدون الانتقام منه أو مصادرة ممتلكاته. في ظل سيطرة ميليشيا الحوثي على صنعاء لا كلمات تقال، لا أحد يكتب قناعاته، لا أحد يتحدث بما يريد، ولا يمكن حتى للريشة أن تتحرك في الجدار. وفقا للموقع بوست: يوم مفتوح للفن، مهرجان عالمي للرسم ألغاه الحوثي في صنعاء بعد ساعات من انطلاقه. وقال الموقع أن ميليشيات الحوثي ألغت إقامة تظاهرة للفن المفتوح في العاصمة صنعاء بعد ساعة من شروع مجموعة من الشباب في رسم جدارياتهم في شارع حدة، وهو المكان المتفق عليه لإقامة التظاهرة. واتهمت الميليشيات الحوثية شباب التظاهرة الفنية بأنهم يعيقون النصر، وهي ذريعة فارغة يستخدمها الحوثيون في صنعاء لقمع أي حراك ثقافي، وتكررت سابقا في حوادث مماثلة. وكان المنظمون للفعالية حصلوا على تصريح من الأجهزة الأمنية التي تعمل تحت سلطة الحوثيين يسمح لهم بإقامة مهرجان اليوم المفتوح للفن، لكن الميليشيا لم تهبأ
أو لم تعر التصريح اهتماما ومنعتهم من القوة أو منعتهم بالقوة. يقول أحد المشرفين على الفعالية بصنعاء لموقع بوست: وقفت أمام الجداريات وبدأت بالتلوين، رسمت لوحتي أشباح الحرب، وفي الحقيقة لم أكن أرسم إلا مخاوفي عبر هذه اللوحة، ولم تمضي سوى ساعة حتى جاءت الميليشيات وبددت كل جهودنا. ويضيف: إنهم جماعة بلا ذوق أو مبدأ، لقد جاءوا وعبثوا بكل معالم الفرحة لدى المشاركين، طمسوا كل الرسم الذي كنا قد أنجزناه وأجبرنا على الذهاب بالقوة. هؤلاء جماعة لا تؤمن بالفن وتقلقهم لوحات جدارية على الشوارع. التطبيع مع إسرائيل وأبعاده. تحت هذا العنوان كتب شفيق الغبراء مقاله المنشور في القدس العربي مضيفا: هذه ليست أول مرة يتحرك مشروع للتطبيع. ألم يجتمع معظم العالم العربي في مؤتمر مدريد في العام 1991 حينها شاركت دول الخليج وسوريا ومصر مع إسرائيل في مؤتمر تم تنظيمه بعناية؟ ومن لا يتذكر مثلاً المؤتمرات المتعددة الأطراف التي عقدت بين الجانبين العربي والإسرائيلي وبمشاركة أوروبا وروسيا والولايات المتحدة والصين وغيرها؟ تلك المؤتمرات المعقودة في عواصم عالمية وعربية لم تؤدي لشيء، بل تم اغتيال الشخصية الأهم في الجانب الإسرائيلي الساعية للسلام رئيس الوزراء إسحاق رابين في تلك المرحلة من قبل متطرف إسرائيلي يهودي. كما أن حروب غزة منذ 2008 بالتحديد جعلت عدداً من دول الخليج تبتعد بالكامل عن فكرة السلام، بل حتى المبادرة العربية التي طرحتها الدول العربية وتبنتها المملكة العربية السعودية في العام 2002 سقطت في وحل الاجتياحات الإسرائيلية والانتفاضات الفلسطينية والحروب حول غزة وفي جنوب لبنان. ستبقى أسئلة السلام في الذهن العربي، فنحن العرب مجتمعات مسالمة، لكن يجب الحذر، فكم من تطبيع مع الظلم أدى لأسوأ الحروب. كل علاقة تقوم على الظلم والفرض بالقوة والاحتلال ولا تتضمن حلولاً للمشكلة ستنتج مزيداً من النزاعات والمواجهات. السير وراء التطبيع مع إسرائيل بلا عدالة نافذة في فلسطين وبلا عدالة في ملف الصراع العربي الإسرائيلي وبلا القدس سيفتح شهية إسرائيل لمزيد من السيطرة والاضطهاد الموجه ضد سكان البلاد الأصليين. فلو قامت إسرائيل بطرد جماعي، ماذا ستفعل الدول العربية؟ ولو قامت إسرائيل بأكثر من ضم القدس وفتحت المجال لحرب جديدة في ظل الضعف العربي، ماذا سيفعل العالم العربي؟ وإن نجحت إسرائيل في فرض سيطرتها عبر مزيد من التفتيت للحالة العربية، فهل يؤدي ذلك لاستقرار النظام العربي أم لاهتزازه؟ هذه أسئلة ستبقى معنا لزمن ليس بالقصير. ركزت الصحافة العالمية على ما حدث في نيوزيلندا، واتفقت جميعها على توصيف ما حدث بالهجوم الإرهابي، ولم تنزلق وسائل الإعلام ككل مرة لتوصيف المجرم بأنه مختل عقليا، فقد ظل متمسكا بخطته وفخورا بما قام به. ونطالع جزءا مما ركزت عليه البي بي سي. الناجون من هجوم نيوزيلندا: دعونا الله أن ينفذ الرصاص. فمع استمرار ظهور المعلومات حول حادث إطلاق النار على مسجدين في نيوزيلندا، روى ناجون من الحادث تفاصيل مروعة. وقال أحد الناجين من الهجوم للتلفزيون النيوزيلندي: الهجوم استغرق 20 دقيقة، وكل ما فعلته هو الانتظار والصلاة. لقد رجوت الله أن ينفذ أو تنفذ ضخيرة المسلح. وأضاف قائلا: لقد أطلق النار هنا، ثم انتقل إلى مصلى النساء وفتح النار هناك. لقد سمعت أن إحدى السيدات قتلت. وأكد ناج آخر للإذاعة النيوزيلندية أن الناس كسروا نوافذ المسجد لينجوا بحياتهم. لقد بدأ منفذ الهجوم بإطلاق النار على المصلين، ومن يظن أنه لم يمت يطلق النار عليه مرة أخرى حتى يقتله. لم يرد أن يبقى أحد على قيد الحياة. الصحافة الفرنسية أيضا ركزت على الهجوم الإرهابي الذي استهدف المصلين في نيوزيلندا، حيث كتبت الصحفية لوسي سوليه: إن المهاجم رجل أبيض طبيعي ينحدر من عائلة طبيعية، مهووس بما يسميه الإبادة الجماعية البيضاء التي يرتكبها الغزاة.
وتتحدث الصحفية عن الوثيقة المرجعية للغاية والمقدمة في شكل أسئلة وأجوبة، والتي كتبها القاتل، حيث يشرح الأسترالي البالغ من العمر 28 عاما دوافعه الإرهابية المستوحاة من النرويجي أندريس بريفيك، الذي كان منفذا لمذبحة أسفرت عن مقتل 77 شخصا في عام 2011 تتكشف عنها الإيديولوجية الهجينة والجمع بين التفوق والعنصرية والقومية العرقية والفاشية الإيكولوجية. وتضيف الصحفية في التقرير الذي ترجم خصيصا لقناة بلقيس، تؤكد دوافع المشتبه به الأسترالي مخايفه بشأن أهداف الإرهاب اليمين المتطرف في الواقع. يهدف هذا المتطرف في عمله إلى التحريض على العنف والانتقام والانشقاق بين الشعب الأوروبي والمهاجرين، وإظهار تأثير العمل المباشر وتسليط الضوء على الطريق المتبع لأولئك الذين يرغبون في متابعة الأمر. وطوال 74 صفحة من مهمته الإيمانية العنصرية والعنيفة للغاية، يدعو بحروف كبيرة إلى محاربة الغزاة الذين يفهم أنهم غير البيض من أجل قتل المناهضين للبيض، وقام بتهديد المهاجرين عدة مرات. تتغير مواقف الدول من الحروب التي خاضتها في تاريخها، وتتراوح رموزها بين التبجيل والتقدير والتقليل، وذلك حسب الحالة الحاضرة. مقال ماريا غورجيفا يرصد واحدة من تغير المواقف من الحرب، وقد أعيد نشره في موقع درجة. حين أمر الاتحاد السوفيتي عام 1979 مجموعة من الفرق المدرعة بأن تعبر الجسر الرابط بين أوزباكستان وأفغانستان، ومن المثير للسخرية أنه كان يدعى جسر الصداقة، كانت الأمة الروسية في أوج قوتها. وبعد مرور عقد من الزمن، أسفرت الحرب عن مقتل حوالي 1,000,000 مدني وتسعون ألف مقاتل أفغاني وأكثر من 14,000 جندي سوفيتي، عندما انسحب آخر جندي سوفيتي من على الجسر ذاته في فبراير عام 1989. كانت الأمة جاثية على ركبتيها من الناحيتين الاقتصادية والنفسية على حد سواء. ووصف القادة والمواطنون السوفيت بغالبيتهم الحرب الأفغانية بأنها كارثة مثلت نقطة تحول في التاريخ السوفيتي. ووقع ميخائيل غورباتشوف باعتباره رئيسا لمجلس السوفيت الأعلى قرار إدانة سياسية وأخلاقية للغزو، وهو قرار خاطئ بدعم من مؤتمر نواب الشعب، بيد أنه بعد مرور 30 عاما تغير المزاج العام في موسكو كثيرا. يعتزم نواب مجلس الدوما إعادة تعريف الحرب الأفغانية على أسس من الموضوعية السياسية والحقائق التاريخية، وفقا لما جاء في مسودة القانون الذي صدق عليه في نوفمبر من قبل أغلبية مشرعي حزب روسيا الموحدة الحاكم وأغلبية المشرعين الشيوعيين. يقول الفريق أول فلاديمير شامانوف رئيس لجنة الدفاع عن مجلس الدوما إن هذا القانون الجديد ضروري للحفاظ على الشرف الذين خدموا في الحرب، وصرح في بيان له مر 30 عاما ولكننا جميعاً ما زلنا نشعر ببعض الألم من تلك الأحداث، ليس لأننا لم نتوقع مثل هذه النهاية للعملية العسكرية وحسب، بل أيضاً لأنها قيمت على عجل، إذ لا تستحق قيادة الدولة وقتها ولا الجنود ولا الشعب مثل ذلك التقييم. تأتي مراجعة هذا الفصل المؤلم من تاريخ روسيا في وقت تحاول موسكو مجدداً توسيع نفوذها في الدولة التي مزقتها الحرب. لم تمنعه الإعاقة من تحقيق حلمه في البحار، وفقا لصحيفة الحياة اللندنية. بريطاني مبتور الساق يسجل رقما قياسيا في اجتياز الأطلسي تجديفا. وقالت الصحيفة إن جنديا سابقا في البحرية البريطانية مبتور الساق وصل إلى غويانا الفرنسية بعد رحلة استمرت شهرين في المحيط الأطلسي، محطما الرقم القياسي في العبور المنفرد للمحيط متجذفا أو تجديفا من أوروبا القارية إلى أمريكا الجنوبية. وانطلق لي سبنسر البالغ 49 عاما في 9 كانون الثاني يناير من البرتغال، لكنه أجبر على التوقف لأيام في لاس بالماس في جزر الكناري الإسبانية لإصلاح نظام الملاحة قبل إكمال رحلته إلى أمريكا الجنوبية في هوب، هو زورق التجذيف الذي صنع خصيصا له. وقد أنهى سبنسر رحلته في 36 يوما في العام 2004،
وأيضا عبر البريطاني ستيوارت بريهام المعوق جسديا المحيط الهادي بالتجذيف المنفرد أيضا من جزر الكناري إلى باربادوس خلال 109 أيام و12 ساعة و9 دقائق. أما الرقم القياسي الذي سجله شخص مؤهل بدنيا للعبور المنفرد للمحيط الأطلسي تجذيفا أيضا من أوروبا القارية إلى أمريكا الجنوبية فيعود إلى النرويجي شتاين هوف الذي سافر من البرتغال إلى غويانا في عام 2002 ضاربا الرقم الحالي ب 96 يوما و12 ساعة و45 دقيقة. في الأخبار المنوعة نطالع من موقع الصبح نيوز المهمات المقبلة إلى القمر والمريخ قوامها من النساء، ويستند الموقع إلى تصريحات رئيس وكالة الفضاء الأمريكية ناسا جيم برينستاين أن الشخص المقبل الذي سيسير على سطح القمر سيكون على الأرجح امرأة، متوقعا أن يكون أول شخص تطأ قدماه المريخ امرأة أيضا. وقال بريدن ستين في مقابلة إنه في تاريخ 29 من مارس سيشهد في المرة الأولى في التاريخ خروج امرأتين في مهمة من محطة الفضاء، وهذه أول مرة تنفذ فيها مهمة خارج محطة الفضاء من طاقم نسائي بالكامل، وستجري رائدتا الفضاء آن ماكلين وكريستيانا كوخ عمليات صيانة. جولتنا المصورة من صحيفة الجاردن البريطانية والتي نشرت مجموعة من الصور الموثقة للجريمة التي شهدتها نيوزيلندا. ماذا تقول لنا ريشة اليوم؟ هذا ما نعرفه من خلال رسوم الكاريكاتير التي تنشرها الصحف، نتابع. وبهذه الرسوم الكاريكاتورية المعبرة نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة، نشكركم على المتابعة وإلى اللقاء.